بيان المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا بشأن القاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر. يراقب المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا ما يحدث على الساحة السياسية من تطورات وأحداث وتغييرات، وكذلك محاولة تمرير أجندات لها أهداف ومصالح خاصة، وانطلاقا من حرصنا على ترسيخ مبدأ دولة المواطنة، فإننا نعلن للرأي العام المحلي والدولي الآتي: أولاً، تأكيداً لقرارات المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا السابقة، نرفض مشروع الدستور والاستفتاء عليه واعتماده كقاعدة دستورية لمرحلة انتقالية واحدة. ثانياً، يرفض المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا أي قاعدة دستورية ما لم يتم التوافق عليها من كل مكونات الشعب الليبي. ثالثاً، يطالب المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا بالتمثيل العادل للليبيين كافة بما يتوافق مع التنوع الثقافي والعرقي والتوزيع الجغرافي. رابعاً، ضمان تمثيل عادل للمرأة الأمازيغية في حصة المرأة الليبية. خامساً، نطالب البعثة الأممية باعتبارها الراعي الرسمي للتوافقات السياسية بين الفرقاء للتدخل وإقرار توافق بما يحفظ حقوق كل مكونات الشعب الليبي. وفي النهاية نؤكد أننا ملتزمون بوحدة ليبيا وسيادتها وأمنها، وأننا جزء أصيل من هذه الأرض، وإننا لن نفرط فيها، وإننا سنعيش فوقها بحريتنا وبحقوقنا كاملة، وإن أيدينا ممدودة من أجل الوطن. عاشت ليبيا حرة أبية، أتدر ليبيا تدرفت، تنميرت المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا. صدر في طرابلس بتاريخ 16/6/2021.